بالنسبة لمقدار الطحين أعزائي المشاهدين، أنا ما بعايره كثير بدقة. لإيش؟ لأنه باخذ منه حسب ما أنا بحتاج. بس في الأول بحط حوالي 2.5 كوب من الطحين، وبعد هيك بضيف حسب ما أنا بدي، وأضيف السكر، أضيف الملح، الخميرة الفورية ناعمة مباشرة بضيفها على كل مكونات الطحين، وبضيف البيكنج باودر بيعطيني نتيجة كتير لطيفة في العجينة. بشغل الخلاط لثواني بسيطة. أثناء تشغيل الخلاط أضيف الزيت، وبضيف كوب من الماء الدافئ، وأستمر بتشغيل الخلاط لغاية ما تتكون عندي العجينة. حنشوف أعزائي المشاهدين شكلها كيف حيكون بعد هيك، وإذا لقيناها طرية بنضيف لها رشة طحين بالتدريج. كل ما كانت العجينة طرية كل ما عطتني النتيجة أفضل، ما تخلوها تبقى ناشفة معك. أعزائي المشاهدين نشوف خطوتنا التالية. حجهز هلأ الحشوة، مجرد أني أنا بدي أخذ الجبن العكاوي وأبرشه بمبرشة تبقى سميكة شوي. هبتدي هلأ أضيف أي نوع من الخضرة حسب اللي أنا حبيبته. إحنا عنا شوية بقدونس، وحبتدي أعزائي المشاهدين هلأ أضيف بيضة. هبتدي أقلب كل هالخلطة مع بعض. ممكن أرشلها رشة فلفل أسود، رشة شطة، رشة بابريكا، حسب ما بتحسوا إنكم حابين تعطوها نكهة خاصة. رشة نعناع مجفف. لاحظوا الحشوة عندي بالطريقة هاي جاهزة. العجينة عندي خامرة وجاهزة، وناخذ قطع من العجينة ورشة طحين على الكاونتر. باخذ العجينة بقطعها إلى أقراص بالطريقة هاي. كبروها أو زغروها على حسب رغبتكم، أنتوا شو بتحبوا فيكم تشكلوا العجينة. لاحظوا كيف بقطعها، بجمعها بين أصابعي بالطريقة هاي، وباخذها على شكل قرص. ببتدي أضغط بالنشابة على كل قطعة لغاية ما أعملها على شكل قرص بالطريقة هاي. أحط كمية هيك في الوسط. باخدها وبضغط عليها من الطرفين، بتصير زي القارب بالشكل هذا. بسيبها طبعا هلأ هي تخمر أو يتضاعف شوي الحجم، وبعد هيك بحطها في الفرن على درجة حرارة 200. يبقى الفرن عندي حامي عشان تاخد وقت قصير، بس إذا أخذت وقت كتير في الفرن بتنشف وبتصير مش طيبة معي. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.